سبعون عاما على نكبة فلسطين، سبعون عاما من القتل الجماعي والتهجير القسري والجرائم، ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل كل فلسطيني يطالب بعودة أرضه المغتصبة. فعلى أرض فلسطين ما تزال المظاهرات مستمرة رغم حمام الدم الذي وقع على حدود غزة وراح ضحيته أكثر من 60 قتيلا وألفي جريح بنيران الاحتلال الإسرائيلي، نيران أرادت صد مسيرات العودة، وبررها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إن لتل أبيب حق الدفاع عن حدودها. ألمانيا نازية. في المقابل أبدى المجتمع الدولي مخاوفه الشديدة جراء أعمال العنف بحق الفلسطينيين، حيث قررت تركيا طرد سفير إسرائيل، أما جنوب أفريقيا فقد استدعت سفيرها لدى الأخيرة، ونددت دول غربية وعربية ومنظمات غير حكومية بالاستخدام المفرط للعنف بحق الفلسطينيين الذين تتفاقم معاناتهم في ذكرى النكبة وما ترتب عليها من ملفات اللاجئين والأسرى والاستيطان وملف القدس الذي سيجعل القضية تدخل مرحلة جديدة بعد نقل أمريكا سفارتها إليها من تل أبيب. أما مجلس الأمن الدولي فوقف دقيقة صمت على قتلى غزة وندد بما شهدته فلسطين، داعيا إسرائيل لوقف نشاطاتها العدائية ضد الشعب الفلسطيني، دعوة يقول الفلسطينيون إنها لن تلقى آذانا صاغية.